بعد قليل سنعود للحديث بتوسع عن الحرب وآخر المستجدات وتطورات على الساحة السياسية وتهديدات الوزير بنغفير بتفكيك الحكومة. ولكن ننتقل الآن إلى ملف عزل عضو الكنيست عوفر كسيف من حزب الجبهة. إذا اعتبر المركز القانوني لحقوق الإنسان عدالة قرار لجنة الكنيست بعزل عضو الكنيست عوفر كسيف لانضمامه لدعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، اعتبرت عدالة ذلك ملاحقة سياسية، ويثبت أنه بهدف إلى قمع الأصوات المعارضة، ويكون بمثابة أداة رقابة أيديولوجية على الأقلية من قبل الأغلبية كما جاء في موقف عدالة من القضية. وستتم إحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وهو ما يتطلب الحصول على أغلبية 90 عضوا للموافقة عليه. للاستزادة أكثر حول هذه القضية ينضم إلينا مباشرة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة. مساء الخير أخ أمجد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم بالمستمعين والمشاهدين. السؤال الأول، كيف تقرؤون في الجبهة تصويت لجنة الكنيست على عزل النائب عوفر كسيف؟ لا يمكن قراءة هذا المشهد إلا بالملاحقة السياسية مثل ما تفضلتم قبل قليل. ما يعني يتعرض له النائب عوفر كسيف هو جزء مما يتعرض له كل من يرفع صوته ضد هذه الحرب الإجرامية على قطاع غزة. هذا ما شهدناه في حملة الاعتقالات الواسعة ضد المواطنين العرب وضد نشطاء اليسار اليهود، وهي تصل إلى الكنيست، وبناء عليه نحن نرفض هذا الادعاء بأن يعني عوفر كسيف ارتكب جرما يؤدي إلى فصله من الكنيست. نحن نعتز بهذا الموقف لعوفر كسيف وسندعمه، ونعتقد أن الأمر لن يصل إلى حد عزله، بأن كون المحكمة العليا ستعيده في حال فعلا كان هنالك 90 نائبا صوتوا إلى جانب هذا القرار التعسفي بعزله عن الكنيست. دعنا نتحدث عن الخطوات التالية. ما بعد تصويت لجنة الكنيست سيجري تصويت آخر في الهيئة العامة للكنيست، وهناك حاجة لتأييد 90 عضوا من أعضاء الكنيست. كيف ترون هذه المرحلة؟ وهل ستكون هناك أغلبية لعزل النائب كسيف؟ أولا من الضروري التأكيد أن لجنة الكنيست قررت قرارها هذا على عكس التوصية الواضحة من قبل المستشارتين القضائيتين للكنيست والحكومة، بمعنى أن هذا القرار لا يملك أي أسس قانونية وقضائية يعتمد عليها. هو قرار سياسي قامت به الأغلبية لسبب واحد فقط، وهو أنها تمتلك الأغلبية وتمتلك القدرة، وهذا ما يسمى بديكتاتورية الأغلبية. الخطوة القادمة هي أن يعلن رئيس الكنيست عن عقد جلسة خاصة لهذا الأمر. من الضروري حسب القانون أن تعقد ما بين 10 إلى 21 يوم منذ اتخاذ القرار، ويجب في الجلسة العامة جلسة الهيئة العامة للكنيست أن تصوت على هذا القرار بأغلبية 75%، وهي أغلبية كبيرة تصل إلى 90 عضو كنيست على الأقل. وهو عدد نحن نعتقد بأنه يعني قد يعني يستطيع المروجون لهذه الحملة السياسية أن يصلوا إليه، ولكننا يعني نحاول قدر الإمكان الضغط على النواب، وبالذات على النواب من الأحزاب يعني المركز، كوننا يعني نعول على أنهم إذا أرادوا فعلا يعني التصرف وفق المعايير المهنية والقانونية عليهم أن يتبنوا توصية المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست. في حال أن مساعينا هذه لم تنجح، وكان بالفعل هنالك 90 عضو كنيست صوتوا إلى جانب عزل النائب عوفر كسيف، فلن يكون أمامنا إلا التوجه للمحكمة العليا. وهناك نحن نقول بحذر بأن يعني المحكمة من المتوقع أغلب الاحتمالات أن تقلب هذا القانون، كونه مثل ما قلت ومثل ما أكدت المستشارتان القضائيتان لا يعتمد على أي ركيزة قانونية أو قضائية. أمجد شبيطة، كيف تقرأ انعكاس أو تبعات وآثار هذا القرار على الأقلية العربية في إسرائيل؟ يعني واضح أن هذا يأتي ضمن يعني إيصال رسالة واضحة إلى الجماهير العربية في إسرائيل من أن المواطنين العرب ليسوا بمأمن، لا ممثلين في الكنيست ولا قيادتهم السياسية ولا فنانوهم ولا المؤثرون. وهذا يعني يريد
توصل رسالة من قبل بن كبير، من قبل الحكومة المتطرفة، بأن المجتمع العربي مستهدف ومخترق، وبالتالي بأنه يعني لا يمكن لنا إلا أن ننكفي على ذاتنا تحت موجة الترهيب والتحريض هذه. يريدون أن يخيفونا، يريدون أن يسكتونا، ولكننا واثقون من أننا قادرون بشجاعة ومسؤولية، مثل ما قلنا من اليوم الأول، بشجاعة ومسؤولية قادرون على تجاوز هذه الهجمة، شرط أن نتعامل كلنا معا بشكل يعني منظم بتكاتف وبمسؤولية، سواء كان على مستوى المجتمع العربي أو على مستوى مخاطبة القوى العقلانية في الشارع الإسرائيلي. ما هي ردود فعل الشارع العربي التي سمعتموها بهذا الشأن؟ ونحن نعلم أن الجمهور العربي يلمس تضييقا كبيرا في مساحة حرية التعبير عن الرأي. يعني المجتمع العربي يرى بهذه الخطوة، يعني صحيح أن عوف الكسيف ليس مواطنا عربيا، ولكنه يعني مناصر القضية الفلسطينية، ووصل إلى الكنيسة بأصوات يعني ناخبين عرب ويهود، وبناء عليه يعني لا يمكن إلا أن نرى هذه الهجمة إلا جزءا من الهجمة على المواطنين العرب، وبناء عليه يعني نحن نشعر بأن هنالك التفاف، هنالك يعني مشاعر بالتضامن الواسع، هنالك اهتمام منكم ومن وسائل الإعلام عامة، وهذا يؤكد أن هنالك يعني حالة من التكافل وحالة من التضامن، ونحن نريد أن ننتقل بهذا مرحلة نحو تكثيف العمل السياسي، بمعنى أننا يعني بدأنا وسنقوم بتعزيز خلال الأسابيع القادمة مشهد الاجتماعات الشعبية واللقاءات التضامنية مع عوف الكسيف، ويعني نأمل من جمهورنا أيضا أن يشارك إلى جانبنا بهذه النشاطات. هذا طبعا إلى جانب الضغوط التي نمارسها على المستوى الإعلامي في الدولة، على مستوى أعضاء الكنيسة المختلفين، ولكن أيضا على مستوى البرلمانات الدولية. ما قاله 37 نائب ووزير سابق، منهم وزيراء قضاء من حزب الليكود نفسه، هو أن هذا القانون وهذا القرار يشطب الكنيسة الإسرائيلي من قائمة البرلمانات الديمقراطية في العالم، وهذه رسالة يجب أن نوصلها إلى كل الجهات ذات الصلة، من أجل أن يدرك يعني قادة إسرائيل إلى أي يعني منغلق هم يعني يجرون هذه الدولة بكل مؤسساتها، على فكرة مش بس بالكنيسة، وهي يعني عملية خطرة جدا متواصلة. حتى لو استطعنا أن نفشل عزل عوف الكسيف، هذا لا يعني أن يعني التدهور الفاشي سيتوقف. هنالك تحدي كبير أمام جماهيرنا العربية، أمام القوى التقدمية اليهودية، ونحن مصرون على يعني أن نواصل هذه المعركة معا. قد يبدو للعيان من سيصوت بشأن عزل عوف الكسيف، ولكن سؤالي لك، كيف تقرأ تصويت أحزاب المعارضة، يعني مثل مهامحني أو يش عتيد؟ يعني هل هناك احتمال أن نجد بينهم من يعارض عزل الكسيف؟ أولا على مستوى الكتل، إذا تحدثنا على مستوى الكتل، هنالك ثلاث كتل أعلنت يعني بشكل واضح أنها ضد هذه التوصية، وهي بطبيعة الحال الجبهة والعربية للتغيير والموحدة، وكذلك حزب العمل. حزباء المركز يش عتيد والمعسكر الرسمي يعني ممثلون كثر منهما وقعا على العريضة التي تطالب بإقالة عوف الكسيف. ممثلة حزب يش عتيد تغيبت عن التصويت، ولكنها شاركت بالنقاش بشكل يعني مكثف، وأيضا عبرت عن موقف يعني يمكن فهمه بأنه على الرغم من تحفظهم من تصريحات عوف الكسيف، إلا أنهم لا يرون بها يعني على قدر التصريحات مسوغا كافيا لإقالته. ومن جهة ثانية أيضا يعني ممثل المعسكر الرسمي صوت إلى جانب عزل عوف الكسيف، لكنه قال أن الحزب سيمنح أعضائه يعني حق التصويت. يعني نحن نعتقد بأن يعني من بين هذين الحزبين بالذات، ولربما بعض الأحزاب المتدينة، قد يكون هنالك من سيصوتون ضد التوصية بعزل كسيف أو سيتغيبون عن هذا التصويت، ولكننا نقول رغم هذا كله
أن هذه الأحزاب هي يعني كان عليها أن تأخذ موقفا واضحا، لأنه الهدف هو ليس عوفر كسيف وحده، الهدف هو ليس عزل فقط النائب عوفر كسيف، إنما الهدف هو اختلاق يعني مواجهة أخرى ما بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. من يريد إيصال قضية عوفر كسيف إلى المحكمة العليا يعرف أن المحكمة العليا سترفض هذا القرار، ويعرف أن هذا سيؤدي إلى فتح نيران واسعة وكثيفة ضد المحكمة العليا وضد شرعيتها. فإذا كانوا يعني ممثلو هذين الحزبين يصرون على الحفاظ على مكانة المحكمة العليا بغض النظر عن موقفه من عوفر كسيف أو من مواقفه، عليهم أن يتجنبوا هذه المعركة الفائضة عن الحاجة من منظارهم ومنظار يعني كل المحتجين ضد الانقلاب القضائي. التجمع أصدر بيانا أدان فيه قرار لجنة الكنيسة، وقال، وأنا أقتبس الآن من البيان، بأن الملاحظات السياسية والحالة الهستيرية في إسرائيل يجب أن تواجه بشراكة نضالية مبنية على أسس العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان. أنتم في الجبهة هل ترون هؤلاء الشركاء اليوم؟ هل هناك شراكة أم أن الأمور باتت مختلفة تماما اليوم؟ على صعيد الإخوة في التجمع الوطني الديمقراطي بلا شك هنالك شراكة، هي يعني لم تنقطع ولو ليوم واحد، على الرغم من ما كان في السابق وفي الانتخابات الأخيرة، إلا أن الشراكة معهم وبالذات تحت مظلة لجنة المتابعة العليا لم تنقطع يوما واحدا. ونحن رأينا في هذه المواجهة أيضا الزملاء من القائمة الموحدة بموقف يعني مشرف، صحيح أنه الواجب ولكن يعني هو مشرف ويجب أن يسجل لصالحهم. نحن نعتقد أنه في هذه المعارك الكبرى بوجه الفاشية يجب أن نجد الطريق إلى التكاتف، إلى العمل وإلى التعاون ووضع الخلافات جانبا. نعم هنالك خلافات لا ننكرها، وهنالك نقاشات لا ننكرها، ولكن يعني هنالك أولويات، والأولوية اليوم هي مواجهة الفاشية. هذا ما يواجهنا بالتعامل مع الأخوة والزملاء في القوائم العربية والفاعلة في المجتمع العربي، ولكن أيضا في المنظومة السياسية بشكل عام. أخيرا أمجد شبيطة، نحن بوجه عام لا نسمع أصواتا قوية واضحة وحادة تدعو لوقف الحرب ومد اليد للسلام، والأجواء بوجه عام مشحونة تماما. كيف يؤثر ذلك في كل التطورات التي نراها على المستوى السياسي وحرية التعبير عن الرأي في وقت الحرب؟ يعني نحن في الجبهة كنا شركاء في الأسابيع الأخيرة بإقامة ما أسميناه شراكة السلام، وهي شراكة تمكنت خلال فترة قصيرة جدا من تنظيم مظاهرة في حيفا بمشاركة المئات من اليهود والعرب، سبقتها أيضا عدد لا بأس به من التظاهرات في البلدات العربية ومظاهرة كبيرة أيضا في تل أبيب. نحن نرى بأن الشارع الإسرائيلي يوما بعد يوم يدرك بأن هذه الحكومة ليست حكومة، بأن هذه الحرب ليست حرب القضاء على حماس ولا تحرير المخطوفين، هذه الحرب هي حرب سلامة نتنياهو وحكومته. نتنياهو يواصل هذه الحرب لهدف واحد ووحيد، وهو الحفاظ على بقائه، لأنه يعرف أنه في اليوم الذي ستصمت فيه المدافع ستبدأ المساءلات. وبناء عليه نحن نقول للمجتمع الإسرائيلي ككل بأن عليه أن يرفع صوته أعلى فأعلى ضد هذه الحرب، وهذا ما يحدث بالفعل تقريبا بشكل شبه يومي في تل أبيب وفي المدن المركزية. هنالك مظاهرات غاضبة ضد نتنياهو وسياسته والحرب الإجرامية التي يعني لم تؤدي حتى الآن إلى أي إنجاز استراتيجي بالمفاهيم الإسرائيلية، إنما جرجرت إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية. بهذا النضال يجب أن يكون أيضا المواطنون العرب منخرطين. نحن نعرف أن هذه الحرب بدأت يعني ضربة قاسية جدا للمواطنين العرب لترهيبهم وتخويفهم، ولكن رغم ذلك علينا يعني أن نستعيد قدرتنا على المواجهة وأن نرفع صوتنا بشكل أوضح، سواء كان في بلداتنا العربية أو في تحركات عربية يهودية. ومرة أخرى أقول أن هذا يجب أن يكون على قاعدة الشجاعة والمسؤولية، بمعنى أننا لا نريد لشبابنا أن يعني يكونوا لقما سائغة تستفرد بهم عصابات اليمين وقوى الشرطة المعادية اليوم للمواطنين العرب أكثر من أي وقت مضى.
شكرا جزيلا أمجد شبيطة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، شكرا لك. شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة باقي فقرات برنامج هذا اليوم من قناة هلا. ابقوا معنا.